السلام عليكم، وياكم تدريسية سنة صباح من جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلية الهندسة. اليوم راح نشوف مشروع الروبوتيك هاند. هذا المشروع كان من ضمن مشاريع الامبيدد سيستم، مادة الامبيدد سيستم لطلبة المرحلة الثالثة في كلية الهندسة. أي سؤال تقدر تكتبه بالتعليقات حتى طالب المشروع أو أني أقدر أجاوبك عليه وأقدر أساعدك إذا عندك أي استفسار بخصوص المشروع. Keep watching. طبعا بالبداية راح نوضح الرابط مالتنا مع الدائرة اللي اشتغلناها. بالبداية احب اوضح انه المكونات مالتنا كلها لحمناها على في روبوت اللي هو هذا الاخضر حتى تعطينا ثباتية وجمالية شوية. بالبداية الشغلات اللي احتاجتها، طبعا عندي البوتنشيوميتر اللي هو المقاومة المتغيرة. استخدمت 5 مقاومات، كل مقاومة تحرك لي اصبع معين مربوطه بموتور، وعن طريق المابينج اوبريشن راح تحرك لي اليد مثل ما انا اريد. تمام، ضبطناها بهذا الشكل حتى تكون شويه حلوه ومرتبه وجماليه بيها. احتاجت اكيد الاردوينو نانو اللي هو ثبتته عن طريق الفن هيدر. هذي من الهيدرات ثبتت الاردوينو. احتاجت أغذي الدائرة من خلال بطاريات الليثيوم. طبعا هاي بطاريات الليثيوم راح تنطيني كمجموع يعني تقريبا 7.4 فولت. تمام، أنا الشغل مالتي كل موتور من هاي الموتورات كل موتور يحتاج أغذيه 5 فولت. فحتى حل هاي المشكلة، حتى لا يحترق الموتورات من وراء الفولتية العالية، قررت إنه أجيب الدي سي كونفرتر. هذا الكونفرتر راح يثبت لي الفولتية مثل ما أنا أريدها. هذا مثل ما تشوفوا ثبت لي الفولتية على 5 فولت حتى أشغل الموتورات مالتي براحتي. حلو، وحتى ما يكون عندي يعني حرق أو عطب بالموتورات. حطيت هنا طبعا نقطة كهربائية اللي هو سويتش حتى أنا أشغل البطارية براحتي. هنا أنا عندي همينة بين هيدر نثبت بيها الموتورات مالتي كلهن بطريقة حلوة شوية. طبعا هذا اللحيم مالتنا، هاي لحم الدائرة بهاي الطريقة شوية، طريقة حلوة ومرتبة. هذا الشاي مالتنا اللحيم، وهذا بشكل عام هي الدائرة اللي اشتغلنا بيها. وراح نعرض لكم الفيديوهات مع الحركة مالتها بالقوة يعني.